فالنهارده هنعمل برضو حاجه سهله جدا جدا جدا، هنعمل رز بالبشاميل. قبل بس ما نطلع فاصل هنبدا نقول مقادير ونشوح كده اللحمه عشان تاخد وقتها شويه لحد ما نرجع ونكمل بعد الفاصل. عندي الرز بالبشاميل باللحمه، محتاجه رز طبعا ابيض اللي احنا فلفلناه مع بعض اللي موجود في الحله، وعندي لحم مكعبات انا مقطعه هنا قطع صغيره بالشكل اللي انتم شايفينه. حابين طبعا تشتغلوا بلحمه مفرومه براحتكم ممكن، بصل مفروم، وعندي فلفل مفروم وزبده وكركم وملح وفلفل وبهار لحمه ومكعب مرقه ونص كوبايه من الكريمه ومعلقه دقيق وكوبايتين من اللبن وجبنه مبشوره. هقول تاني المقادير: رز ابيض ولحمه مكعبات، اي بقى وزن، ربع كيلو، الوزن اللي انتوا عايزينه 300 جرام براحتكم. عندي كمان بصل مفروم، فلفل مفروم، زبده، كركم، ملح، فلفل، بهار لحمه، وعندي كمان مكعب مرقه ونص كوبايه من الكريمه ومعلقه دقيق وكوبايتين من اللبن وجبنه مبشوره. تعالوا اول حاجه كده ايه هنعملها قبل ما نطلع بس الفاصل عشان ناخد وقتنا كده في التحمير وفي التشويح بتاع اللحمه. هبدا ان انا احط حتتين زبده كده حلوين، واكون مسخنه كده طاسه او صينيه او حله على حسب انتوا هتشتغلوا في ايه، واسيب كده الزبده تسيح في السخونيه بتاعت الطاسه. وعايزه انزل اللحمه في سخونيه، يعني عايزه اللحمه تنزل على سخونيه اهو، سيح كده بالشكل ده اهو، وابدا انزل اللحمه واوزعها كده وانا بنزلها، واخد بالي ما يبقاش فيها سوائل اهو، انا بنزلها بمعلقه عشان لو فيها سوائل ما تنزلش معايا اهي. تمام، اوزع بقى اللحمه واسيبها كده تتشوح براحتها شويه، وما اقعدش اقلب فيها لان عايزه تاخد لون كده وتتشوح حلو. تمام، فعايزه هوزعها كده واسيبها لحد ما ترجعولي بعد الفاصل هوريكوا هتبقى عامله ازاي. انا كده حطيت اللحمه مع الزبده تتشوح ووزعتها وما قلبتهاش كده، وحطينا اللحمه كده على النار زي ما انتم شايفين. بصوا هبدا ان انا اشوح فيها كده مع الزبده، وعايزاها تتحمر تحميره حلوه كده، عايزه يعني ما استعجلش عليها، عايزاها تاخد لون حلو كده وتبقى متحمره كلها. الحجم ده لطيف جدا بالنسبه لي. حابين زي ما قلت لكم تشتغلوا بلحمه مفرومه، تعصجوا لحمه وتعملوا نفس الوصفه بلحمه مفرومه ممكن، مفيش مشكله خالص. حبينا بس يعني ننوع كده شويه حاجات عشان نبقى عارفين. عندي بقى الحله دي هبدا اشتغل فيها البشاميل. تعالوا بقى نشتغل البشاميل كده. عندي زبده، حله يا اسلام، هحط الزبده كده، هحط الدقيق بعد ما الزبده تسيح اهو، الزبده بس تسيح، وهبدا انزل على طول بالدقيق. اللحمه مش عايزه اقلبها كتير، عايز تاخد تحميره كده وافضل اقلبها بس بعد ما تتحمر حلو اهو. هبدا اقلب كده الدقيق مع الدهون لحد ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، اقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض حوالي 30 ثانيه، وبعدين ابدا ان انا احط المقدار بتاع اللبن. وانا بحط اللبن يبقى في ايدي ويسك كده عشان اعرف اقلب بيه. تمام اهو، بحط اللبن وبقلب، وما بحطش اللبن دفعه واحده كده، بحط شويه بدوب فيهم الدقيق مع الزبده، وبعدين ببدا احط بالتدريج الباقي اهو بالشكل ده كده. تمام، بقلب 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 لحد ما القوام عندي يتقل شويه، وانا شغاله كده بحط مكعب المرقه، عايزه مكعب المرقه يدوب مع البشاميل. بصوا ابتدى هيتقل، هبدا اكمل بقيه البشاميل بتاعي، اللبن بتاعي سوري، برضو شويه وبقف ببدا
اظبط القوام بالشكل ده اهو. بقلب بقلب لحد ما كل القوام يتقل عندي، وكمان المكعب المرقه اللي احنا حطيناه يدوب. تمام، بصوا اللحمه ابتدت بقى تتحمر اهو، دي تقليبه عشان تتحمر من كل الجوانب، واسيبها برضو افردها كده واسيبها، اديها وقتها قوي في التحمير، ما نستعجلش على الخطوه بتاعه تحمير اللحمه اهو. ببدا كده اضرب كل الكلام ده كده مع بعض لحد ما يفك خالص. بحط سنه بهارات، سنه صغيره، بحط سنه برضو فلفل اسود حاجه بسيطه خالص عشان ما اغمقش الصوص اللي عندي، مكعب المرقه بقى اللي احنا حاطينه، خلي بالكوا عشان ما تحطوش ملح كتير معاه. بفضل اقلب لحد ما القوام عندي يتقل او يبقى مناسب. تعالوا نشيل الحاجات بقى اللي احنا مش محتاجينها كده ورا، ونقرب بقى البصل والفلفل والبهار والكلام ده كله عشان ده اللي احنا هنحطه على اللحمه بعد ما نخلص. ملك صباح الفل. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، دايما انت عامله ايه؟ الحمد لله والله كله زي الفل. منوره الدنيا والله. الله يخليك، تسلمي يا حبيبتي وتسلمي. ايه الحلاوه دي والجمال ده؟ الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. ربنا يديك الصحه وتفضلي مدلعانا كده على طول. الله يخليك، تسلمي لي حبيبه قلبي والله، شكرا ليك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، عيد سعيد عليك ويا رب. اللهم امين. الله يخليك. كنت عايزه اسالك على حاجه. قولي لي. امبارح انت عملتي كفته على السيخ كده، صبعتيها على السيخ. تمام. بس انا اجيب بقى شفتي الثانيه، عايزه اعرف الاولانيه اللي انت صبعتها اللي هي الطرب. عملنا امبارح الطرب. صح؟ الطرب دي. صح ايوه دي. حاضر حاضر، عايزه اعرف الوصفه بتاعتها بس. انا يا حبيبتي. حاضر ماشي يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. بصوا اهو القوام ابتدى، بصوا يتقل بتاع البشاميل، بصوا ازاي. هبدا بقى احط نص كوبايه الكريمه، وطبعا لو مفيش كريمه يا جماعه هستخدموا لبن بس مفيش مشكله خالص، انا بس بعلي التست كده بيها، لكن انتوا لو مفيش مشكله. نعمل بقى وصفات عيد وبتاع، فايه مدلعين عليكم شويه، لكن هو في الطبيعي لو ما عندكوش اشتغلوا بلبن مفيش مشكله خالص اهو. هنبدا بقى نقلب كده اللحمه. بصوا شايفين الميه ابتدت تتشرب اللي نزلت من اللحمه، هسيبها برضو كده تاخد تحميره محترمه، عايزه اديها تحميره كويسه قوي، مش عايز تعجل خالص عليها في الخطوه دي، مش عايزاها تبقى زي المسلوقه كده، عايزه تبقى متحمره وحلوه. يبقى عندي كده الرز خلص، الرز خلاص انا موطيه عليه وسايباه، وعندي البشاميل يعتبر خلاص خلص كده برضو. هبدا بقى في المرحله دي هحط البصل المفروم على اللحمه. مروان صباح الفل، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الو، ازيك عامله ايه؟ صباح الخير. ازيك يا اسماء؟ عامله ايه حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبتي، بخير يا رب. الحمد لله كله زي الفل. عيد سعيد عليكم يا رب. يا رب علينا وعليكم يا رب حبيبه قلبي. الله يخليك. الله يخليك. كنت عايزه اعرف طريقه اللحمه البارده. حاضر، عينيا يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. شكرا. شكرا يا حبيبتي. مع السلامه. ماشي، هقول لك احلى طريقه ليها، وهي سهله وبسيطه وما فيهاش حتى مكونات كتير. حاضر يا حبيبتي. بصوا هنبدا كده نشوح البصل معاها، هحط الفلفل سواء حامي او رومي على حسب ما انتوا حابين اهو. هبدا كده اديها تشويحه، هحط بقى البهارات بتاعتي، الفلفل الاسود، الملح، هحط شويه من الكركم. طيب ماشي، وشويه بهار، وهبدا ان انا اقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه، واحط له يعني شويه ميه صغيرين، احركه كده واخليه يكمل سوا اهو. تمام، بس كده نقلب بقى كل الكلام ده مع بعض بالشكل ده، واسيبه كده ايه يغلي غلوتين كده، ويبدا ان هو ايه اهو يستوي
اللحمه كمان تكمل سوا، لان اللحمه مقطعاها مكعبات صغيره فمش هتاخد وقت، فعلى طول هتستوي. عندي بصوا البشاميل كده خلاص حلو جدا، القوام ده ممتاز، انا مش عايزه قوام اتقل من كده، عايزه القوام يبقى برده كريمي كده وناعم. فانا البشاميل هحطه على جنب خلاص يعني لحد ما نبدا نكمل. الرز برضو عندي خلاص حطاه على جنب، ممكن بس اديله تقليبه كده، هديله تقليبه وهسيبه برضو لحد ما نحتاجه اهو كده بالشكل ده. اهو عندي الرز الابيض، وبرضو الوصفه دي ينفع تتعمل باي رز بايت او انتوا مثلا باظ منكم ونشف منكم وعجن منكم شويه، الوصفه دي برضو ينفع تعالجوا بيها الموضوع. تمام. طيب انا اهو خلاص قفلت على الرز والبشاميل خلص، واللحمه عندي بتستوي، والجبنه اهي على جنب كده يا دوب اول ما احطها في البايركس. تعالوا بقى دلوقتي هنبدا نطلع الطاجن من الفرن بتاع الكفته ونبدا نعمل ايه العجينه. نفضي بس الدنيا كده عشان نفرد العجينه ونحطها على الطاجن. تمام. حاضر. مالك يا اسف، مالك يا اسف، هطلعك والله. بص بصوا بقى الجمال، بصوا الكفته الشكل ده كده. تعالوا بقى ايه، هفرد العجينه وهحطها واطلعك في وسط على طول. اتفقنا؟ ماشي. هنحط بقى بصوا على صفار بيضه كده شويه ملح وشويه فلفل اسود، وممكن مش صفار بيضه، ممكن زبده سايحه، ممكن سمنه سايحه، اللي موجود عندكم مفيش مشكله خالص. استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا شيف اسماء، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا شيف؟ كله زي الفل، طيبه كده، وان شاء الله تكون عيد سعيد لحضرتك. الله يخليك. البرنامج والله الله يخليك، والسنه الجايه كده تكون على يعني جبل عرفات يا رب. ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ حضرتك برضه، ان شاء الله تكون معانا ان شاء يا الله يا رب يا رب جماعه كلنا ان شاء وكل الله وكل حبايبي والله ان شاء الله كده يا شيف اسماء. والله تسلم تسلم، ربنا يخليك، تسلم ايدك ويسلم وافيتك والله، وتحياتنا لكل اسره البرنامج والله يا شيف. تسلم، صباحك زي الفل. شكرا ليك يا شيف، تسلمي. الله يخليك. بصوا بقى العجينه اللي احنا عجناها، نجيب بس سكينه كده، دي سكينه صغيره يا سلام. هبدا ايه افرد، نعمله كوبايه دقيق واحده. تمام. هبدا افرد كده بالشكل ده، انا هفردها طويله شويه عشان عندي الطاجن بيضاوي، انتوا لو عندكم بقى مدور افردوها مدور شويه، الكلام ده كله. انزلي الصاج تحت سنه. اهو هبدا كده ايه افرد كده بالشكل ده اهو. انا مش حاطه خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، خلاص فردت كده. اجيب بقى الطاجن، طاجن سخن خلي بالكم، على طول اقوم مغطيه الطاجن بالعجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، واجيب شوكه. يا اجيب شوكه يا متن ممكن تعملوها بايديكم اللي انتوا عايزينه اهو، انا هعملها بايدي وخلاص اهي، هي بتلزق يعني. تمام. هجيب بقى الصفار بتاع البيضه ده واحطها ادهن بيها، بتبقى حلوه جدا في العزومات، ولو حد عندكم او عاملين بقى طاجن كده محترم كده في العيد والعيد فرحة، فندلعهم بقى شوية كده ايه بكم وصفة كده حلوة كده. العيش ده بقى كمان لما بيستوي تغمسوا بقى بيه شوية البتنجان اللي جوه دول، مش قادرة اقول لكم عاملين ازاي. اهو هبدأ اوزع الفلفل الاسود على الصفار البيض بالشكل ده كده، وابدأ ايه داير ما يدور اهو. حط ممكن عايزين ترشوا شوية سمسم، عايزين لأ يعني براحتكم اهو بالشكل ده كده، وهدخل في الفرن تاني. تعالوا بقى ايه نفتح الفرن، هطلعك فاصل حلو. تعالوا بقى ايه نطلع، طب هنطلع فاصل ونحط ده في الفرن ونرجع لكم.